أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية، وساطة سعودية، وساطة محمد بن سلمان بين الصدريين وما بين اللائحة المضادة، بين قوسين إن صح التعبير. هناك أساسا وساطة عراقية للكاظمي ما بين السعودية وإيران، وأقرب من في الشيعة إلى إيران عمار الحكيم، عمار عبد العزيز محسن الحكيم، الذي يقود تيار الحكم الوطني من 2017. هذا هو الاسم قبله والمجلس الأعلى. على أي بالنسبة للحكيم يستدعي دورا سعوديا اليوم في الوساطة مع الصدريين، مع مقتدى الصدر، لأن التوجه اليوم هو توجه نحو موقع للسعودية. السعودية اليوم ترد بطريقة أخرى على وساطة عراقية الكاظمي بين إيران والسعودية، ووساطة سعودية ما بين كل من الصدريين وما بين منافسيهم، خصوصا بعد الحوار الوطني الذي جمع الجميع إلا الصدريين. وكان واضحا جدا أن الأمر يتعلق ببعض التفاهمات بعد إقرار حل البرلمان. لم يعد هناك مسمى البرلمان، إنما الإجراء حول اجتماع البرلمان من أجل الدعوة إلى انتخابات مبكرة، هذا هو الهدف. لأن على العموم الصدريين بكل تحالفاتهم أيا كان، لا على صعيد التيارات الكردية ولا أيضا على صعيد آخر بالنسبة للسنة وتقارب وجهات النظر حول تيار وطني، هذا الذي يدعو إليه الصدر بكسر قضية رئيس وزراء شيعي، رئيس دولة كردي سني، ثم من بعد ذلك سني عربي لرئيس البرلمان. مثل هذا يرغب في كسره الآن. على العموم هذا هو التوجه الذي يسود في مرحلة متقدمة للغاية. لكن أهم ما في هذه الأجندة عموما أن العراق يتمسك أكثر أولا بمحيطه العربي، انطلاقا من حماية مصالح السعودية في مقابل إيران، الدعوة إلى مصالحة كبرى في المنطقة، ومن ثم أيضا تبادل السفراء بين الرياض ومن بين طهران وقناصل ما بين جدة ومشهد. كل هذا يجري، وهناك أيضا في الكفة الأخرى وساطة أيضا سعودية من داخل البيت الشيعي، لأن من المهم جدا أن تكون للسعودية مثل هذا الثقل في هذه المرحلة على وجه التحديد، خصوصا وأن محمد بن سلمان تجاوز الشنآن الأكبر مع شيعة الشرق عموما. يعني أن الوضع العام الآن مع شيعة السعودية لم يعد كالسابق من جهة، خصوصا بعد إعدام أحد أهم رجالاته من نمر. إذا إبعاد الخيار العسكري نهائيا في الساحة السعودية، واستحضار الحوار والمزيد من الحوار، والسماح بجميع الطقوس خصوصا التي يرغب فيها الشيعة، مرور الحج بأقل المصادمات. هذا يعني أن المسألة الطائفية تراجعت إلى أبعد حد انطلاقا من السلوك السعودي الآن. السلوك السعودي الوطني جهد الإمكان على الأقل قد يكون فيه اختلافات كبيرة، ولكن هناك سقوف لا يمكن تجاوزها حاليا. ولذلك وساطة محمد بن سلمان في البيت الشيعي العراقي كان قبلا بمثابة أصعب ما كان يمكن تخيله، هو أن يتزعم بين قوسين زعيم الوهابية وإلى فترة قريبة وساطة من داخل البيت الشيعي الجعفري لأبناء هذا المذهب. من الصعب كان هذا التصور. اليوم مثل هذا التصور مقبول على أقل تقدير عند الجميع. هذه مسألة أساسية أولى. المسألة الثانية، في لحظة يذكر نور المالكي في شهاداته عندما قدم إليه جورج دبليو بوش وقال له إن لا بد من تقارب بينكما، أي بين العراق والسعودية، ولي مفاتيح لمثل ذلك. وبعد أن زار السعودية
وأتمم مهمته لم يجد إلا الباب موصدا، فكان من الطبيعي جدا أن يعود إلى نور المالكي، ونور المالكي يسأله مرة أخرى فقال إن الباب موصد في السعودية. اليوم هناك هذا الباب الذي تحدث عنه نور المالكي هو فتح لقبول أولا أن السعودية وطن فوق المذهب، يعني لا مذهبة اليوم للمملكة العربية السعودية، وهذه هي بداية القيادة، بداية القيادة عدم التمذهب، يعني أن يترفع الحاكم عن أن يخص مذهبا أو يخص اتجاها معينا بأنه هو اتجاه الدولة أو مذهب الدولة إلى آخره. الدولة دولة الإسلام، وكل المذاهب بما فيها المذهب الجعفري الذي كان يدرس في الأزهر، يعني أنه معترف به كأحد المذاهب. هذا يعني أن العودة إلى مثل هذه الصيغة الخمسينية، وأي ما قبل، أي ما قبل هذه أي قبل الاستثمار السياسي في مذهب معين، هذا يعني مباشرة أنه كلما كان استثمار دولة باتجاه مذهب، المذهب الآخر المضاد له أو على الأقل الذي يناقضه لحجته بطبيعة الحال، فإن هناك استثمارا مضادا، وبالتالي فإن هذا الوضع هو وضع كارثي بما تحمل الكلمة من معنى. اليوم السعودية تجاوزت قضية المذهب، أيضا بالنسبة لإيران في أكثر من إطار، خصوصا أمام دعوة مثلا مقتدى الصدر إلى الجمعة الجامعة أو الصلاة الجامعة، أيضا بالنسبة لعموما يعني مذهب الخميني أو ما قد يسمى بهذه المدرسة، مدرسة الخميني من داخل المذهب الجعفري الاثنى عشر إلى آخر. إن كان كل هذا اليوم قد يساعد بشكل أكبر في انفتاح على السنة والسنة على الشيعة، على العموم في مثل هذا الوضع الصعب الذي تعيشه المنطقة، فهذا أكبر ما قد يقدمه الجميع لتحصين المنطقة وإبعاد المؤامرة الدولية التي لعبت بهذه الأوراق منذ زمن ولا تزال إلى الآن. اليوم هناك اعتماد كبير على مفهوم الدولة الوطنية، لا بالنسبة لإيران التي تخلت جزئيا عن مثل هذا التمذهب الشديد، وأيضا بالنسبة للمملكة العربية السعودية بإعلان الفترة الحالية أو السلمانية وما بعدها لأنها تتجاوز مذهبا، يعني أن للإسلام الكتاب والسنة نقطة على السطر، بل إن هناك رغبة أكبر في أيضا العمل على المتواتر فقط وليس على الأخبار أو ما يسمى الأحاديث الأحادية. معنى هذا أن هناك تصور واسع لمثل هذه الوساطة، لأن هناك شروط وبنية حقيقية للتقدم أبعد، ليس فقط على صعيد صراع الدولتين والخليج، أي الشاطئ الغربي من الخليج والساحل الشرقي منه، هذا الصراع الذي يتجاوز الآن، خصوصا وأننا أمام خارطة دولية متقدمة للغاية يحاول الأمريكيون فيها أن يصمدوا مع أحادياتهم، وفيه من يدعو إلى تعدد الأقطاب ويسعى لذلك، بل ويمارس بشكل واضح صراعا بهذا الاتجاه. إذن أمامنا تحول مهم للغاية، لأن في صراع المذاهب يأتي مذهب ثالث ليكون بين المذهبين، وهذا مهم جدا. الآن الشرق الأوسط الكبير يستيقظ على أولا تعدديته وعدم جعل العنف جزء من إدارة هذا التنوع والتعدد، وهذا مهم جدا. المسألة الأخرى أن الاختلاف والخلاف أخذ أدوارا أكبر في التعاطي باتجاه تدبير متقدم وعقلاني، وأهم من كل ذلك
فإن الدولة تتجاوز اليوم، تتجاوز المذهب وتتجاوز الرؤية الواحدة باتجاه أن تكون متطرفة في هذا الجانب أو ذاك. إذن أمامنا مفهوم الدولة الذي يتطور قليلا لاكتشاف بنية عمله، وثانيا للرد على الوساطات، لأن أهم شيء هو الحوار والوساطات. والوساطة السعودية بين أطراف البيت الشيعي هذا مهم للغاية. من جهة فالإيراني وعمار الحكيم هو أقرب الأشخاص إلى إيران وأقرب الأشخاص إلى التنظير لانفدالية العراق. يعني هذه الخطوة الفيدرالية أو العراق الفيدرالي أهم من يدافع عنه هو الحكيم ومدرسة الحكيم وأيضا هذا التيار الحكمة. على أي هذا هو التصور الأول، يعني رجل الفيدرالية في العراق من البيت الشيعي، أكبر شخص عاش في إيران منذ أن قتل صدام حسين، وهذه الفترة أعمامه 62 من أسرته، 7 من أعمامه و62 من أسرته، وهو لاجئ ويعرف جيدا كيف يخاطب دبلوماسيا، لأنه كان يجمع أموالا من العراقيين في أستراليا، من أيضا في أوروبا. إذا هو يعلم كيف يمكن أن يتعاطى مع دول، وهذا شيء هام للغاية. إذا هذا الشخص وبهذه المواصفات والأقرب إلى إيران هو الآن في السعودية، وفي السعودية ويستدعي الدور السعودية للعراق، وهذا يعني إقصاء مزدوجا، إقصاء للصدريين لتيار نور المالك المصادم للسعودية. أول شيء الآن أن الحكيم ينتصر للرؤية العربية ورؤية العراق وعروبة العراق في نفس الوقت الذي يحمي فيه مذهبه، لكن عروبة العراق مع مقتدى الصدر يحميها الآن عمار الحكيم بهذه الخطوة. والخطوة الثانية أن عمار الحكيم ومن داخل البيت الذي لم يحضر إليه الصدري أو الصدر، وجدنا أن هناك رغبة أكيدة في مثل هذا الدور مما يقصي نور المالكي من داخل ما تبقى من البيت الشيعي، يعني أن الصدري وتيار الحكمة وغيره الكل الآن مع حل البرلمان ومع وساطة سريعة مع الصدر ومع عروبة العراق، نعم للفيدرالية ولكن من داخل عروبة العراق، كل هذا كان مهما جدا تسجيله في هذه المرحلة. لذلك فالوساطة السعودية وساطة استثنائية، وساطة لها بعد كبير للغاية، ليس بين الصدريين وما بين اللائحة الأخرى، وإنما أيضا من داخل البيت الواحد أيضا. وعمار الحكيم الآن عندما يتجه وبصمت إيراني من أجل الوساطة السعودية، فهذا سيكثف من التقارب الإيراني السعودي وسيقرب العراقيين من الحل أمام عروبة العراق ووطنية العراقيين، وهذا أهم شيء بالنسبة لهذه الوساطة التي أخذت أبعاد سريعة نتيجة الوعي الذي حدث مع الجيل الجديد. الجيل الجديد الذي ورط نور المالكي وأخرجه من اللعبة وأخرجه من الترشيح، وأيضا هكذا فالعملية ضاغطة باتجاه الاستماع إلى الشارع، الاستماع إلى نبضات الهوية الوطنية العراقية من جهة، وهذا البعد الوطني الذي جعل من 2017 نهاية للمجلس الأعلى وبداية لتيار الحكمة الوطني، الحكمة الوطني مهم جدا. الكل يتحدث الآن عن الوطن العراقي، وهذه خطوة إيجابية أساسية لتجاوز كل هذه الصعوبة. ومجرد أن يكون محمد بن سلمان قائلا لهذه المصالحة ولنجاح المصالحة بالبيت الشيعي واستعادة شيعة العراق لعروبتهم، هذا يعني أن شيئا ما حدث كما لم يعهده الكثيرون
أمام هذا الوعي، الوعي الجيوسياسي، لأن العراق ليس ممكنا أن يكون تابعا. قيادة العراق من شوامخ بغداد وإلى الآن لا يمكن بأي حال أن تكون من التوابع. فمن رأى أن العراق من التوابع تبعته الزوابع، لكن العراق بقيادته لا بد من احترام العراق ودور العراق، هذا الذي يتمثله الآن السعودي ويتمثله الإيراني، وهكذا يعود العراق إلى اندمال جروحه وبداية طريق وطني يستجيب لأهم شيء. أولا موقع العراق من مجلس التعاون الخليجي وزائد ثلاثة، يعني الأردن مصر والعراق، فهذا تطور هام للغاية بحضور العراق في قمة جدة. المسألة الثانية أن العراق في هذا التوجه الجديد الصدري رغم العلاقات مع إيران، لكن العراق ومصالح العراق أولا. ثالث مسألة أن التيار الفيدرالي من داخل العراق يزور السعودية، يعني أن التيار الوطني ولو من داخل الفيدرالية ومن داخل خيار الفيدرالية الكل يتمسك بالعراق القوي، وهذا أهم صيغة يمكن أن تحجب المؤامرة الخارجية عن شعب العراق وعن المنطقة. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.